السلام عليكم الطلبة، أنا تلصق في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو ليكسبليكاسيون دو موديول لا تيرمينولوجي ايكونوميك بي دي اف سوبور دوكو. دونك في هذا لو بي دي اف ولا في هذا الكور طبعا البروف عطى 3 شابيتر: la terminologie correspondant à l'économie de besoin, la terminologie correspond à la rareté et à la consommation, ou talan, chapitre 3, la rationalité absolue et la rationalité limitée. Introduction générale du module 4. Chine est la terminologie. La terminologie est mjmoua min les termes, mjmoua min les kalimat, mjmoua min mufradat. Relatif à un système notionnel, مرتبط بواحد نظام مفهوماتي ولا نظام مفاهيمي élaboré par des constructions théoriques. طبعا تم التبني ديالها ولا تم الانشاء ديالها عن طريق بناية نظرية او امور نظرية par des classements ou des structurations de matériaux. La terminologie est مجموعه من المصطلحات مجموعه من المفاهيم مرتبطه بنظام مفاهيمي معين حسب طبعا المنظومه اللي اعتمد عليها. واش الفيزيك، واش الامور الاجتماعيه، واش الثقافيه، اكسيتيرا. La terminologie s'applique à tous les domaines de l'activité humaine. La terminologie, ممكن أن نجبر التطبيق ديالها جميع الميادين ديال الأنشطة البشرية أو الأنشطة الإنسانية. ممكن نهضروا على la terminologie في la grammaire، ممكن نهضروا على la technologie في la linguistique اللي هي طبعا علم اللغة، ممكن نهضروا على la terminologie mathématique, limite, dérivée. La terminologie مجموعه مفاهيم مرتبطه بالميعاد. لهذا لا تيرمينولوجي فين كتجي الاهميه ديالها هو انها كتدينا مجموعه مصطلحات مجموعه مفاهيم كتسلطنا طبعا الضوء على مجموعه مفاهيم اللي طبعا من بين الامور ديالها هو طبعا تسليط الضوء على بعض المفردات اللي غادي تعاود على فهم ديال ديك الدور. Donc, les économistes n'écrivent pas comme tout le monde, pas plus qu'ils ne parlent. Donc, l'économiste ne écrit pas comme tout le monde, pas plus qu'il ne parle. La communication peut être aussi bien écrite qu'orale. Il y en a les économistes. ممكن لا كومونيكاسيون ديالهم التواصل ديالهم مع الناس يكون مكتوب اكثر من اورال اكثر من شفهي. سيت فاصون بارتيكولير كو لي ايكونوميست اون دو سيكسبريمي دون لور ايكري اي بار لا بارول كي كونستيتو لو لانغاج ايكونوميك. دونك ملي كنهضرو على لو لانغاج ايكونوميك هي مجموعه من الامور مجموعه من الطرق اللي دارسين الاقتصاد كيحاولوا ما امكن يعبروا بها. Le langage économique, en résumé, l'aura terme l'iktisad, est connu par ces mots, ou plutôt par les termes qu'il utilise. Que tu sais, c'est le esma, ou c'est le kalimat, ou c'est le ahra, taban, le mufradat, l'ikissa. Donc, je vais vous dire que l'aura terme l'iktisad, je vais vous dire que l'aura terme l'iktisad, ou l'aura terme l'iktisad, les phénomènes observés, la dawahir li kiabouha ou la dawahir li kirahba. Le vocabulaire économique, on va y soumettre le mustalah al-qtisadi ou al-mufrad al-qtisadi, qui rassemble mjmoua li kajmaa mjmoua mletta, mjmoua mlkalimat, anda tavan une caractéristique essentielle, anda mise essentielle f l'aura di al-qtisad ou tsir. Et une première difficulté pour
Le nom d'une cité, c'est-à-dire le nom économiste. C'est-à-dire quoi? Finalement, il faut que tu saches que لكن تستعمل من طرف العموم وبالتالي تصبح مفردة غير اقتصادية 100%، يعني كيستعملوها الناس كامل. لي تيرم ايكونوميك ممكن يكونوا اون ديور لو بلو سوفون ان سونس دون لو لونغاج كورونت، هي طبعا اللي قلنا قبل. في اغلب الاحيان المصطلحات الاقتصادية كيكون عندها معاني في الحياة الاعتيادية، في اللغة الاعتيادية ديالنا، مي سكون لي ديستانك، وهادشي طبعا اللي كيميز علم الاقتصاد، سي كيل سون دي بوان دو في دي سيونس ايكونوميك اي دو جيستيون ان سونس سبيسيفيك، رغم ان طبعا في علوم الاقتصاد عندها معنى سبيسيفيك، عندها معنى محدد، سو سون لي تيرم تكنيك، هم المفردات التقنية، لانفلاسيون، شوماج، مفردات تقنية. Ce sont des termes techniques, مفردات تقنية. Comme on trouve dans toutes les sciences techniques. بحال اللي كنجبروها في جميع العلوم التقنية بحال الفيزيك، بحال الماط، بحال الشيمي، إكسيتيرا. Des termes que le nom initié, nom économiste, a bien du mal à comprendre. Donc ce sont des termes techniques. طبعا بحال جميع العلوم. إذا داكشي كامل على من هضرنا، هضرنا على لا تيرمينولوجي. لا تيرمينولوجي شنو هي؟ لا تيرمينولوجي شنو هما لي تيرم ايكونوميك؟ شنو لي تيرم ايكونوميك الخصوصيات ديالهم؟ هذا كانت لانتروديكسيون، لانتروديكسيون إذا لاحظتوا مزيونة بزاف. شنو هما الأهداف ديال الدرس؟ دامني ليتيديون ا ميتريزي دو فاسون براغماتيك لي نوسيون اسونسيال دو لونغاج فرونسي en vue d'une meilleure assimilation des enseignements à l'université. Donc, un هدف تاني دو بارلي دو فاسون بارتيكولير دو فاسون بيرتينونت او ديفيكولتي دي ستوديون نوفيلمون انسكري ا سينيسي او فوكابولير دي ايكونومي اي دو جيستيون. دونك انه يكون عنده القدره انه يهضر على المشاكل ديالو ويهضر على المشاكل ديال الناس طبعا اللي عاد تسجلوا، ولكن بمفردات اقتصادية ومفردات التدبير. الهدف الثالث ديفلوبي لوغ ابتيتود لينغويستيك لتطوير مفاهيم ولا معارفهم اللغوية افان دو ريبوندغ او زيكزيجونس دو لا فورماسيون اونيفرسيتير، طبعا لكي يستجيب مستواهم لي زيكزيجونس الى مستلزمات والى اكراهات التكوين الجامعي اللي كيحتاج طبعا اللغة الفرنسية وكيحتاج الفوكابولير ايكونوميك المفردات الاقتصادية. لي دو دو لكتور ميثوديك، وانهم طبعا يتميزوا ويتمكنوا من مهارات في القراءة المنهجية. القراءة المنهجية اللي غادي تعلمك بزاف الامور، انك تعلم تم الملخص، تعلم طبعا شبه النقط الأساسية في الكورس. طبعا الأهداف العامة comprendre le raisonnement économique، معرفة طبعا كيف نعلل، كيف نبرهن اقتصاديا، assimiler les notions de base، أنك طبعا تشبه المفاهيم الأساسية، تفهم الثقافة الاقتصادية culture économique، تفهم بعض الأحداث اللي سبقات l'histoire des faits économiques، lecture de l'information économique financière qui va être قراءة سليمة للمعلومات الاقتصادية. طبعا هادو كانوا طبعا أهداف. دونك
تي ني با فورسمون سام. يعني عملية الانتقال ما بين الدراسات الإعدادية والدراسات العليا طبعا ماشي سهلة. نوفي الانفيرونمون، هناك محيط جديد، أساتذة جدادين، كوريس جدادين، يعني دروس جديدة، نوفيل فاسون دو ترافاي. هناك طريقة جديدة اللي هي طريقة البحث العلمي، وأن الأستاذ فقط واحد كيعاونك في شي أمور، ولكن أنت خصك تعاون راسك. لونيفرسيتي سي لو ديبي دو لوتونومي. طبعا لونيفرسيتي الجامعة هي بداية الاعتماد على بداية الاستقلالية. طبعا موا دو دوفوار، طبعا كيتعطاو لك لي دوفوار قلالين، كيتعطاو لك الواجبات قلالين، كيتعطاو لك لي كور قلالين. Pour certains étudiants, se trouvent à la ville dite partielle avec tous leurs cours du semestre à réviser peut être une douloureuse surprise. C'est difficile pour éviter cela, il faut mettre assez rapidement au travail. باش تتفادوا انكم طبعا دروس تتعلمون، حاول ما امكنكم ما تخاص سيغابيون او ترافاي، بدا الخدمه دغيا باش طبعا ما تجيكم شي طبعا الامور صعيبه، وانكم تجيكم طبعا لي كور شويه بزاف. دونك شنو هما لي كونديسيون دو سيتيون، طبعا شروط النجاح. في دو في افوار avoir l'esprit rique, avoir des implications dans vos études, ou être motivé, avoir une bonne estime de la capacité. Donc, ben tu connais عندك طبعا شروط النجاح، وتكون عندك المثابرة، تكون عندك الالتزام بالدراسة ديالك، تكون موتيفي، تكون محفز محمس، وطبعا تكون عندك قناعة بلي كاباسيتي ديالك، قناعة بالمهارات، وقناعة بلي كاباسيتي، يعني داكشي اللي كتقدر عليه، اللي كنسميوه طبعا بالعربية القدرات. Donc, avoir donc le premier point, خصك تعرف بأن طبعا خصك تبذل واحد المجهود إضافي supplémentaire مهم بزاف pour rattraper les connaissances non acquises. يعني خصك تبذل واحد المجهود باش أي مادة طبعا لاحظتي بأن عندك نقص فيها، حول ما أمكن تغطرابيها. هذه أول كلمة ديال أول مفتاح ديال النجاح، هو ان اي ماده كان عندك فيها ناقص ولا شي حاجه، هذه فرصه طبعا باش تعوضها وباش تسترجع داك الشيء. vous impliquez dans vos études، ملي كنقولوا امبليكي يعني تكون ملتزم، تكون امبليكي تكون مقيد، تكون ملتزم بداك الشيء. خصك باش تعمل هذا الالتزام وهذا الانخراط في الدراسه ديالك، اورغانيزي خصك تتنظم، تنظم وقتك، ايدونتيفيي خصك تتعرف على المفاهيم الاساسيه ديال الدرس، خصك تريزومي خصك تلخص الافكار الاساسيه، خصك تورغانيزي الافكار ديالك بواحد الطريقه خاصه، خصك تعرف تقرا المعطيات اللي كتبتي، خصك تفهم الاهداف ديال التعليمات ديال الدرس، خصك تبقاش على حلول بديلة للأمور طبعا اللي كتجر. هادو طبعا هما كيف شنو هما مفاتيح النجاح. طبعا اوتر استوس كي بوف سامبليفي، فحال كنقولوا تقنية جديدة اللي ممكن انك تبسط لك الحياة. سي فوز افي دو مال افيك لا بريز دو نوت، اذا كنتي ما كتقدرش على اخذ النقاط، يعني اخذ الافكار الاساسية،
ou si vous avez pour d'avoir manque un élément important, إذا طبعا كنتي ما كتعرفش تشبر طبعا شي حاجة الكلمات الأساسية والأفكار الأساسية. Le magnéphone. Certains étudiants enregistrent leur corps, mais seuls les prennent en note. بعض الناس كيسجلوا طبعا الدروس ديالهم وهذا اللي كيسهل له العملية ديال لا بريز دو نوت في الدار اكسيتيرا جو بونس. ميم سيل لي برين اون نوت افان دو بوفوار لي كومبليتي شي زو حيت كيكملوه طبعا في الدار او ميم بور لي ريكوتي دو لي ترونسبور افان دو مي لي روتونير حتى طبعا في ترونسبور اكسيتيرا كتكون تينا ماشي في ترامبيا ولا ماشي في التاكسي كنتينا كتعاود تتصنت دوك جو تسوايع دو الكور ولا تسعة لان ديجا كما قال كما مكتوب طبعا في السيبور ديال هاد الكور لو مانيفون لو ماني توفر يعني داك المسجل اللي كيسجل لك اللي كيسجل لك لا سيونس راه ديجا غتعاود طبعا تسمع وتسمع وتسمع وكيسهل لك طبعا هذا طبعا من مفاتيح النجاح الاخرى. دونك نو افون فيزيدرون ريوسيتي فوتر باركور يونيفرسيتي الهدف طبعا من الكور هو انه يعطيك المفاتيح كيفاش تعاون راسك وتنجح في الدراسة ديالك الجامعية. الشابتر واحد هضرنا على ما هي المتعلقة بالإيكونومي دي بوزون اقتصاد الحاجة اكتيفيتي ايكونوميك الى ماتيير الى مانيير دون لوم سورغانيز بور ساتيسفير سي بوزون هي ان الانسان كيفاش كيتنظم باش يساتيسفي لي بوزون ديالو باش يلبي الحاجيات ديالو. دونك كيس كان بوزون شنو هي الحاجيات دونك انطون طبعا ما فيها بوركو اشتي دو با علاش كنشري طبعا الخبز باش نتغدى بور سونوغي بوركو سونوغي علاش ناكل باسكو رانا دو فان لان طبعا هذاك لان طبعا فيه جوع علاش فيه جوع اكسيتيرا اذا شنو معنى بوزوان بوزوان هو فقط حاجه او حاجه يعني. اذا شنو هي ديفينيسيون سيت ان مانك روسونتي بار لانديفيدو او لا كوليكتيفيتي الحاجه هو نقص كيحس الفرد او المجتمع او الجماعه سي ان سونتيمون دو بريفاسيون هو احساس بالحرمان اكسيتيرا متنساوش بان لا ساتيسفاكسيون دي بوزون تلبيه الحاجيات تشكل الهدف ديال النشاط الاقتصادي دونك il convient de noter que le manque de la privation هناك رغبه وهناك طبعا طلب الطلب شنو معنى الطلب هو طبعا غادي تمشي تلبي الحاجيات ديالك طبعا دابا نهضروا على لي كلاسيفيكاسيون هناك مجموعه من لي كلاسيفيكاسيون كاينه لي بوزوان انديفيديوال اي لي بوزوان كوليكتيف لي كنقولوا لي بوزوان انديفيديوال يعني لي بوزوان اللي متعلق فرد واحد لي بوزوان كوليكتيف هما لي بوزوان اللي متعلقين بجماعات بحال الحاجات السياسيه الحاجات المجتمعيه الحاجات اكسيتيرا الحق في التعلم الحق في الصحه الحق هادو كاملين لي بوزوان كوليكتيف ممكن يكونوا لي بوزوان فيزيك ممكن يكونوا فيزيولوجيك ممكن يكونوا بسيشيك نفسيه اكسيتيرا دونك اون كلاسيفيكاسيون les besoins objectifs, les besoins subjectifs, selon la dimension usuelle, les besoins partiels, les besoins globaux. Les cancolos, les objectifs, les besoins objectifs, qui correspondraient au minimum indispensable à chacun. Ou normalement, les besoins subjectifs, ou les mêmes acquis de ولكن كيحاول ممكن يوصل له كيتم ذاتيا
ولكن على حسب طبعا السوجي، على حسب ديك الحاجة كيفاش عاملة، ممكن نسميها بارسيل، ممكن نسميها طبعا جلوبال. كاين آخر حاجات أولية ثانوية وثالثية. الحاجات الأولية هي طبعا ضرورية، بحال تشرب تاكل. الحاجيات سكوندير بحال تشوف التلفازة، بحال تماكيي تتزيين، بحال سو بروموني أنك طبعا تتجول إكسيتيرا. كاين حاجية ثالثية بحال هوز دو جي ان اس ولا كولور دو سون كلوب دو فوتبول اكسيتيرا. تمشي طبعا في واحد الباطو، تمشي لدولة اخرى، كي تما طبعا حاجيات دو لوكس تارتيز. طبعا كاينه حاجيات اقتصاديه وكاينه حاجه مش اقتصاديه. الحاجات الاقتصاديه هي يتم طبعا التلبيه ديالها بانبياء ايكونوميك، بحال طبعا الفراش، الاتات، الملابس اكسيتيرا. نو ايكونوميك يعني شي حاجه ما متعلقاش، ما كتبذلش فيها الفلوس، عاد جول على رجلك، بحال بروفيتو دال مومون او سيبي، مشيتي طبعا البحر وتشمستي مزيان، هذا طبعا سيتان بوزون، ولكن ماشي طبعا ايكونوميك. نتمنى طبعا هاد لابارتي تكون نالت الاعجاب ديالكم خوتي. سي فوز افي طبعا لو هاد لا فيديو، اذا كنت قريتي هاد لا فيديو بارطاجي طبعا لو لين دو لا شين مع الاصدقاء ديالك. اسالكم دعاء خوتي، والله يحفظكم والله يوفقكم والله يوفقكم في الدراسه الكل ديالكم. نتمنى لكم النجاح وتفرحوا طبعا عائلتكم، نتمنى لكم النجاح وطبعا اسالكم دعاء خوتي.